الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة مع درسنا في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، نحن في كتاب الجمعة وبخاصة باب العمل في غسل يوم الجمعة، ونبدأ مع الحديث الثاني منه. وفيه: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. فهذا الأثر المروي عن أبي هريرة مثله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله قد نجد في نفس الباب هنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زلت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ بصيغة استفهام. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فهناك روايات تقول بأن هذا الإنسان كان عثمان بن عفان، هو يعني لأن الصحابة كانوا يعملون يوم الجمعة، ما كانوا يتركون العمل يوم الجمعة حتى لا يكونوا كالنصارى واليهود، فالنصارى تركوا الأحد واليهود تركوا السبت، والمسلمون تمسكوا بيوم جمعتهم ويذهبون إلى أصحاب كم يعملون في مزارعهم وفي أسواقهم، فإنه كان في السوق. ولهذا عندما أسفى عمر بن الخطاب خليفة، أسفى عثمان بن عفان خليفة، زاد الأذان الأول يعني الذي كان يكون في السوق، عن إنسان يكون منشغلا بالبيع والتجارة كان أذانا واحدا فقط، فهو جاء بأذان الأول والثاني والإمام على المنبر. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فبناء على هذا الحديث اختلف العلماء فعلا عن حكم غسل يوم الجمعة، والذي عليه الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة على أنه ليس بواجب، إنما هي سنة مؤكدة، وواجب في هذا الحديث يعتبر أنه مؤكد بدليل أحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان مخيرا بين أن يغتسل وأن يتوضأ، ويقول فيه: والغسل أفضل. إذن لو لم يكن هناك صارف آخر لحمل أو لكان غسل الجمعة واجبا بناء على هذا الحديث، لكن بناء على أحاديث أخرى التي تشير إلى أن هذا ليس بواجب، إنما هي سنة. ولكن الأحسن للإنسان المسلم حتى يخرج عن الخلاف أن يغتسل يوم الجمعة. نكتفي بهذا القدر بإذن الله. الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تمدوك وليمانوك كسير المين كتيان كتك محمد أنا سمغو أنا كأصحابه بلا جلي
ani maa mun tugula a ka tagasira kɔni baara ɲuman ye ka salikɛma don na ala k'an fara o jamakulu ɲuman kan ɲansila an ka walada kɛnɛ kan walada min an b'a ta kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ko almuwatta a labɛnna alimam malik bolo ala ma hinɛ na a la an bɛ juma kitiw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma koli ka taa kɔkɔ ka taa juma na an ye halisa kelen kalan a la n'o ye ka ko ka kɔn ka taa waati kun fɔlɔ ninnu na fo ka taa se imamu nali ma i bɛ baraji mun sɔrɔ bi an bɛ halisa filanan mun daminɛ halisa min wadasira malikin an sayid ibn abi sayid al-makhbari imam malik ye mun minɛ sayid la min ye abu sa'id makhbari den an abi hurairata radiyallahu anhu ale y'a minɛ abu hurairata la أنه كان يقول كو أبو هريرة كما تقع فهم مغوي غسل يوم الجمعة واجب جمعة دون كل واجب دي على كل محتلم بالغو كلينجرين بلا جلينكا كغسل الجنابة إن أفو الجنابة كل بيتوغا ميرلا جو جمعة فنا كل واجب دي كانتي أبو هريرة نتما مون يفني أما نفاير ما على كراك حدثة دوبة أمنا سما نيفي o hadisa fana b'o fɔ silamɛya na an ka baarakɛtaw sigi sigi bɛ minɛnw de kɔnɔ minɛn dɔ bɛ yen ko waajibi minɛ waajibi minɛ ye jumɛn ye ne y'a kɛ baraji b'a la ne y'a to yen jurumu b'a la i n'a fɔ an bɛ seli an bɛ sun ni jaga ninnu olu ɲɔgɔnna o waajibi de e y'a kɛ baraji b'a la i y'a to yen jurumu b'a la dɔw minɛ wele ko mandubu walima sunna ubiyɛn musahabu ne y'ale kɛ baraji b'a la nka ne y'a to ye jurumu tɛ i kan e n'a fɔ nafila seli ni nafila sun ninnu safi witiriw n'a ɲɔgɔnnaw ka taa dɔ wele ko haramu minɛ o kɔrɔ ne y'ale kɛ jurumu b'a la ne y'a to bɛ baraji sɔrɔ e n'a fɔ kalontigɛw ni jɛnɛw ni dulɔminw ni selibaliya ninnu ani dɔ minɛ ye ko makuruhu fɛn kɔnɛ don ne y'a kɛ jurumu tɛ i kan nka ne y'a to ye baraji b'a la e n'a fɔ ka taama ni sabara sengelen i ka sabara sengelen tigɛra e ka taama ni sabara sengelen o kɔnɛ don ka dumuni kɛ ni ɲumanbolo ye n'a ɲɔgɔnna ninnu soma dɔ bɛ wele ko mubahu minɛ o minɛ ye ko in a kelen n'a kɛbaliya baraji t'a la jurumu t'a la nka e yɛrɛ ŋaniya de bɛ se ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o de y'a wele ko mubahu o de ka ca o de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ kɔn ka da n tɛ kɔn ka da yanni madama ni a tɛ i ka seliwaatiw tɛmɛ i kan n bɛ nin fini suguya de fɛ n bɛ nin fini min ni sariya jɛnna n'a ye kaban o n'a ɲɔgɔnna mubahu ka ca kosɛbɛ n bɛ so ɲuman jɔ n bɛ don nin kɔnɔ n bɛ nin kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ wele ko mubahu nka abu hurayra ko yan ko jumadon koli bɛ bila waajibi de minɛn kɔnɔ ne y'a kɛ baraji b'a la ne y'a to jurumu bɛ i kan e n'a fɔ jaraba koli ni jaraba nɔgɔ ye sɔrɔ k'a sɔrɔ dun koli sariyaw dafalen don ne ma sɔn ka jaraba ko i ka seliw tɛ minɛ cogo minnu na ale y'o ɲɔgɔnna fana kɛ k'o kuma fɔ jaraba koli la yan mɛ an bɛna se kuma ma ɲɛfɛ dɔnbagaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye mun ye jumadon koli tɛ waajibi ye sunna gɛlɛmanba don mɛ waajibi bilen tɛ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ما مالك فلا لك لي أيامنا ابن شهاب ويامنا سالم بن عبد الله سيدنا عمر مولينو أنه قال سالم كو دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد kala kiraka sahaba dɔ dola kiraka misiri kɔnɔ yomal juma jumadon fɛ wa umaru bin khattab radiyallahu anhu yakhutub k'a sɔrɔ umaru bɛ khutuba la a kɛra umaru ka ɲɛmɔgɔya waati de kɔnɔ umaru ala kɛra fatulen kɔfɛ seyidina abubakar ale kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye abubakar fatulen kɔfɛ umaru bin khattab kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ka umar to khutuba la nin sahaba yi nana kana don jumadon fɛ misiri kɔnɔ
نادناي رتادلا نادناي رتارلا فقال عمر عمر كتواتي كي كتواتي نموما أية ساعة هذه نفرأ واتي دميتوني أيسي يكني أغنى نواتي لكما قرر نتي إنا واتي نتي إنا واتي فسكا مبارا قاتما كونكا فكو واتي كنفرأ براجي ويكون من نغمين فكتاسي واتي لبانا الشفامي نيما مدين لدرا أبانا بولين نينا ناصر مامي خطوة للا وكوري براجي صر واتي منو بيتارا كاليتو ومارو كما نفرأ واتي دمي إسكني إنا واتي فقال أخو يا أمير المؤمنين سلاموك نما با إن قلبت من السوق كوني برا سوق دلا مانا مكمي سوق لا مكمي سوق لا فسمعت النداء نبنى بسوق لا نمسل ولي مغامي نمسل ولي مغامي فما زلت على أن توضأت kwale masika dore kere kwale sejiri ta ale masika janaba yare ko parce waati kukurula ale sejiri dronita fa qala umar umar yakanta ma wal wudu aidan e dana sejiri drone ma fana wa qala alimta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kar yamur bil ghusl kasra'ira ba dola krak ma fanga janaba kodi krak ma fanga kodi kana ngai sejiri drone ta kana bo umar ma fama ko otenya ebuta eku kanadi sebeba don na soro ko kulik ni wajibi bleni Umar ma fadi segata ku kadaka seldi tenyanina me madama Umar ya fa ko no krak meni ni fo e ni ne ke krak meni fa ko ba jira fo wajibi bleni te paske ni wajibi bleni kunu jen ku tekena ya ka seldi te ga soro mi ama janaba ku mata ku hari sai na tuwo mutan ne na foran fato na na tuwo werola hadisa don bawo do ya jira ka foko sai na oswal buna fan ne kunya oswal buna fan mogami sawam na da tarla ni tuwo na ko oti oswal buna fan ne sahabu ko okuma kon ka bara dabla juma don fe ka ga juma don fe te barake olu tun b'o kɛ fɛn min kɔnnen don u b'a goya o yɛrɛ u ka ban ka baara kɛ juma mun na parce que ko yahudu olu bɛ ban baara ma sibiri ko olu ka bato don ye nasaraw olu bɛ ban juma baara ma dimashi ko olu ka bato don ye bon ninnu fana ye k'a fɔ la anw t'an ka baara dabila ko pɛ bi anw ka bato don ye an b'a fila fara ɲɔgɔn kan de o de la juma don fɛ o tun bɛ bɔ ka t'o ka foro taw la juma don fɛ o t'o ka sugula taw la a b'a da sira sɔn bɔn a fan ale tun ye komɛrisan ye bɔn nin don a tora sugu de kɔnɔ fo juma olu ka waati ta ni anw ta ye tɛ kelen dɛ i ye misiri wele mankan mɛn m'a mɛn bɛɛ bɛ kutuba daminɛ ɛri dɔ misiri dɔw la a bɛ daminɛ midi tirante misiri dɔw la a bɛ daminɛ midi karansɛn misiri dɔw la a bɛ daminɛ tirɛzɛri pili bɛɛ b'a sɔrɔ e ye misiri mankan mɛn o ma mankan mɛn i b'a dɔn aw ka kutɔ yɛlɛmɛ waati min i b'o dɔn mɛ bɔnturu tun t'olu tile la f'e k'a fɔ k'a fɔ aa o la ko nin ɛri de la a bɛ kɛ bala olu tun b'u ka fɛnw suma ni tile ja de ye suma kogo ja bɛ taa nin bɛ taa o kuma dɛ o b'a kɛ n'o de ye izan. Lidhalika Usman bin Affan kelen khalifa ye silamɛya ɲɛmɔgɔya nana se Usman bin Affan ma ale nana ni misiri wele wɛrɛ ye parce que a y'a dɔ minnu bɛ taa sugu kɔnɔ degun min b'o sɔrɔ kosɛbɛ waati ko la ko denni tɛ donc sisan i b'a sɔrɔ kabi Usman kɛra khalifa ye fo kana se bi ma juma don fɛ misiri kanya fɔlɔ bɛ wele dɔw b'a wele midi dɔw b'a wele midi kɛnz o mun filɛ dɛ Usman bin Affan de y'o don a la parce que mɛ a tun tɛ wele o tun b'a wele sugu yɛrɛ de la o tun bɛ taa wele sugu la pour que sugulamɔgɔw k'a dɔn ko aa kabi sisan komase e ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan e ka misiri ta sira daminɛ filanan de bɛ kɛ ka imam tun min bari kunna
فلان فر مكيا إمام تومين باركنا أو سما واتو يلي ما يلي ما تشوف فاكراسسان أفلا بيقولي بسركنا لكن نقول معا متاعي رب بلا معا مسي رب بلا إذن فلو بيقولي كباركراو ني جوكراو بهاك ليجي كذا كلا وافقرنا كنادي ni weleli kera juma don ni wele kera ko ay sare fere da dagata kutuba lamena bo no kera ga sare be su ko yara ka fa ka bosula kana abana soro chama taraka to lidhalika uswal murafani wele go folam de ke juma don fe san ale de o fara akan ka bo parce que ni kisa la la ale de soro afara kele khalifa ay فرام صلى الله وكراوي اما لما منبي وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه امام مالك فهم صفوان بن سليمنا على ابن عطاء بن يسار وابن ابو سعيد الخدري انا ما جنما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام عليك ركوع غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم جمعة دوم كلية واجبية بالو كلين بلا جلنكا دابور رضا يمين فو عليك ركا حلسان فونا بولا وديكا واجبية دو سلامي كلين بكا سوتو بالو مغمو بالو يلا واجبية دو بلا جلنكا نموني حديثة ناتابة سلامي دون بغو او فام با بتار مونكا سورتو انا ني مغو باناني يري ابو حنيفه الامام الشافعي الامام مالك الامام الشافعي احمد بن حنبل نناني بتار مغا فوكو جمعه كوليت واجبي باسكو واجبي كوردي نافقات مي نياكي براجي بالا نياتو جرو ميكا وبيبنا كان كولا لالا hadi sauron na na chuwelela ala krale salam jiraba jiramuna ka foko jumadun ni eseldita akain ngane ko ode kain katme ode gaf salatme selita ka don wajibu do te falelo wala summa hadisa na chu chamorela ebay ka fo abe fama min ko ka foko wajibite ngamun gaf salim be kono koni ejilaja jumadon fa yaka eko ne eko alhamdulillah ibora fonwa kono wajibu de wajibite bebe naka kulikan ka eko ukan nga wajibu de wajibite fonwa bodela onga famba tara mu nga wajibite onga halle ne eko abana jumadon fa yaka eko me na la sona sini amena darsu to wala wala ne eko ebe eko kuli juma re kuli wati nyuma ye dumade wala eske ebe ku gabele fajiri da fa eske juma kuli ga gabele fajiri da to wala be bla ko eta wati de juma na wa wali ma duma no na la sonama sinin darsu bu ro wala wala awni kaina ala fe ala ka dina fa mun ga ala ka bara no ga ala ka here kan bela dele chesri ala ka cheyambulu ka min ambulu ka beke alakma فوني على كشتنا نيرب ولا رشتنا نيرب ولا على كهرني نيرب ولا على كأكلي سجدي على كبسجدي على كمبل موند مفهم بفه سطمون مفلسين نقول اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتطهرين واجعلنا من المخلصين لك رب العالمين اللهم ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة يا عزيز يا غفور في كل فلسطين وفي كل العالم رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.